أهلا بكم إلى عدد جديد من برنامجكم التفاعلي اليومي تواصل دوت كوم. أربعة ملفات جديدة إذن سنناقش تفاصيلها ونستعرض وإياكم ما فيها، وهي أخبار تداولها نشطاء عراقيون ووجدت الصدى الواسع. تعالوا نطلع الآن معا على العناوين. البداية ستكون من الموصل، حيث حماية محافظ نينوى نوفل العاقوب تعتدي على مدير مدرسة الفتوة الابتدائية. هذا ما حصل مؤخرا. الموضوع الثاني تناوله العراقيون بشيء من السخرية، وفيه أحدهم استنادا إلى حلم يبني مرقدا في منطقة سنية ومخاوف من أن تكون خطوة تقدم لتغيير ديموغرافي محتمل. بعدها مشاهدينا نتجه وإياكم إلى البصرة، وهناك المتظاهرون يرددون هتافات منددة بالأحزاب الحاكمة ويصفونها بذيول إيران في العراق. الختام سيكون أيضا بالتظاهرات، لكن من أين؟ من المسيب هذه المرة، وهناك المتظاهرون ينتقدون أداء حكومة عادل عبد المهدي ويصفون وعودها بالكاذبة. سنبدأ بهذا المقطع الذي تظهر فيه حماية محافظ نينوى نوفل العاقوب وهي تعتدي على مدير الفتوة الابتدائية، وهي مدرسة كائنة في مدينة الموصل. المدير اسمه الأستاذ بشار محمد سلو، واعتدت عليه حماية العاقوب أمام أنظار الطلبة، وهي الحادثة الثانية من نوعها بعد اعتداء المحافظ نفسه على مدير مدرسة سابقا، كما نشرنا في تواصل في الأيام السابقة. نتابع هذا المقطع وإياكم. بسمعني؟ طبعا. بس اسمع. بسمع. أنا طلعت أشوف أشنا هذا أفت كانت ويا يعني. لا تكبروا صغروا بعد. هذا حيضربك بالأخماس. ها مسدس كيف أبو الأبيض. هو لو ما قال لهم كان ضرب، لو ضرب وقلت ما صار متلبس عليه. على مواقع التواصل أعزائنا نشطاء تناقلوا أخبار تفيد أن حماية محافظ نينوى تسعى إلى إتمام صلح عشائري من أجل إنهاء تبعات انتشار المقطع الذي شاهدتموه سابقا، كونه يدين حماية نوفل العاقوب تماما كما فعلوا في حادثة الاعتداء السابقة التي قام بها المحافظ نفسه. الآن نشاهد وإياكم كيف انسحب عناصر الحماية من المدرسة، وهي لقطات رصدتها كاميرا مراقبة أخرى بعد أن روعت هذه الحماية الأطفال واعتدت على مدير المدرسة. هذا طويل هذي والثاني الأقرع، الثاني الأقرع والثاني هذا الثالث. رعب للأطفال والله. الآن إلى موضوع آخر. نشطاء عراقيون كتبوا ويستمر استغفال الناس والضحك على عقولهم، وتابعوا طبعا بعد كم سنة، طبعا هي في اللهجة الدارجة العراقية وأتمنى أن أجيدها، وتابعوا طبعا بعد كم سنة راح يزدحم المكان بأهل النذور ولقضاء الحاجات، اللي عنده مريض واللي يريد ينجح واللي يريد تعيين، وهمشي صندوق التبرعات الملصق مع الضريح. وآخر على متصفحه يكتب: ألم يكتفوا من الاتجار بالدين واستغفال الناس؟
كل هذا جاء تعقيبا على مقطع راج لشخص يقول إنه رأى حلما أو أحد أقربائه من رأى الحلم. المهم أكمل لكم القصة. يقول إن رسالة وصلته في الحلم تأمره ببناء مرقد، وطبعا المرقد بني في منطقة ذات غالبية سنية. وسط تخوفات أبداها نشطاء من احتمالية أن تكون مثل هذه التصرفات مقصودة ومقدمة لتغيير ديموغرافي، تعالوا نشاهد ونستمع. حجي عرف العالم وبنير انه الدول العلوية هاي طافت على اخوي 6 مرات ب82 كان عسكري هنا وطلب منها مراد وقتل فنساه هاي الفترة كلها ناسيها طافت عليها الامريكا 6 مرات هاي سنة 12 هو أمريكا عايش هو بأمريكا طافت عليه يجي شخص بياض بس بياض ما يعرف إلا ما ذكرته بروحه منو قاتله منو يعني قاتله يعني هيلة بتموسى الكاظم السلام الله عليك فهو تذكرها قال لي أخوي قال لي تروح تدورها وين ما كان على دياله وجيت على دياله ولقيته. شاهدينا أريد منكم الآن أن تركزوا في المقطع الآتي جيدا. بعد انتشار ظاهرة المراقد الوهمية اعترف بكذبها بعض مراجع في النجف في الوقت الذي لم يصدروا فيه فتوى واضحة لتحريم مثل هذه الأفعال كما يتداول النشطاء. سنستمع الآن لكلام محمد اليعقوبي وهو مرجع وزعيم لحزب سياسي مشارك بالعملية السياسية يتحدث عن هذه الظاهرة الخطيرة. هذا الذي نسمعه كل يوم وطالعة لنا هاي بنت الحسن وذاك ابن الكاظم وذاك ما ادري ايش لا هاي بدع في الدين بدع في الدين. وين كانت بنت الحسن وسا طلعت وراء 1400 سنة؟ وين كان ابن الكاظم وسا طلع؟ والناس مع الأسف هم سدة جهلة طيبين هم قبل تلقاهم قامت تجر السيارات لهناك وقام يحنون هذا المرقد وتهدى النذور إلى صار التجارة قام كل من هيخش شغلة هاي خش شغلة بالباطل مو بالحق مع الأسف. وشنو الدليل عليه؟ والله فلان مرة شافت بالحلم كان أكو طفلة مدفونة هنا والله وهذا حجة هذا دليل هذا أمام الله تعالى أن مرة شافت بالمنام فالطفلة مدفونة هنا ورأسا سوينا عليه قبة خضرة وحنيناها وقلنا هاي بنت الحسن هيسيك. أو كذلك بعض البدع بالأفعال التي يقوم بها البعض. وشهد شاهد من أهلها. إلى البصرة الآن وفيها متظاهرو البصرة يرددون هتافات منددة بالأحزاب الحاكمة ويصفونها بذيول إيران في العراق. نتابع جانبا من هذه التظاهرات والهتافات. الآن نستمع ونشاهد متظاهرا بصريا يتحدث عن حال البصرة المأساوي ويحذر من غضب الشارع في الصيف القادم ويقول من المؤكد أن ثورة لا تبقي ولا تذر أحدا من السياسيين لا بد أنها قادمة بحسب قوله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم جماهير البصرة وشباب البصرة طلعوا مظاهرات سلمية أمام محافظة جديدة. اليوم يطالبون بحقوق البصرة. هي من عدل حقوق البصرة. ترى المتظاهرين مو مثلا انه مخربين ويردون بس يتظاهرون، يردون حقوق البصرة. لا عندنا طبي خير
لا عندنا مدارس بها خير، لا تبليط لا شيء. يعني يستوردون من البصرة نفط، يستوردون كل شيء، يستوردون من عنده وما مطين حقوق البصرة. ليش؟ البصرة منكوبة، يعني منقول منكوبة ألف مرة قلنا البصرة منكوبة، وصدقوا وثقوا صارت ثورة، صدقوا راح تصير ثورة أو أكثر من اللي بالبداية. نفذوا مطالب البصرة، خلي العالم ترتاح، خلي العالم ترتاح، خلي الشباب شوية تحس إنه بصرتهم صارت بخير، بصرتهم صارت بأمان، بصرتهم صارت جنة. ريد هيك يصير. والسلام عليكم. إلى متظاهر آخر أيضا من البصرة ويدعو كسابقه الانتفاضة، ويقول إنه لا شيء تحقق من الوعود الحكومية التي لم تقدم حلولا حقيقية لمشاكل عديدة من بينها التلوث والكهرباء. قلنا مرارا وتكرارا هؤلاء المحافظ ومجلس المحافظ هؤلاء لا يمثلون، هؤلاء هم من سرقونا، هؤلاء نطالب بإغالتهم. أنا أدعو صراحة من هنا من أمام مبنى محافظة البصرة، أدعو كل شريب بالبصرة، أدعو رجال الدين، أدعو شيوخ العشائر، أدعو الناشطين، أدعو الوجهاء، أدعو جميع إنسان بالبصرة يخرج ويطالب بحقوق البصرة. يعني كفى سكوت، إلى متى نبغى ساكتين؟ يعني البصرة تسرق وتقتل وتذبح، إلى متى نبغى ساكتين؟ يعني وضعنا مأساوي والله العظيم. يعني 80% أنا دعوتها، يعني أعوتها مرات ومرات ومرات، 80% من وزارة العراق من البصرة للبصرة هذا حاله. يعني احنا ما بقالنا شيء عن نصيب، راح يرجع نفس التلوث 8%، وراح يرجع تسمم المياه، وراح يرجع انقطاع الكهرباء، والبصرة منتهي والله العظيم، البصرة منتهي، لا يوجد بها شيء. يعني إلى متى هذا السكوت؟ ومن البصرة نذهب الآن إلى المسيب شمالي بابل، حيث تجددت هناك التظاهرات التي خرج الناس فيها أيضا ضد الأحزاب الحاكمة. قبل أن ننتقل إلى زاوية آراءكم أعزائنا المشاهدين، نختم زاوية الأخبار مع هذا المقطع، وفيه متظاهر مسيب ينتقدون أداء حكومة عادل عبد المهدي ويصفون وعوده بالكاذبة. أولاً الحصة، هاي التموينية الحصة اللي أشهر بس التمن المعفن، لا زيت 4 أشهر، لا زيت لا شكر، هذا مو ظلم؟ يعني نروح ناخذ سيارة ب5000، والله ماكو زيت ماكو شكر، بس التمن المعفين. بعد وين الحكومة؟ العالم عطالة بطالة، والله يا عم حرام عليهم، والله يا عم ما نقدر ننام من الجوع، هاي سايبة العالم ليش؟ عرباي اندفي تحصل ربع دينار ألف دينار، وين يوديهن؟ مو حرام عليهم عمي؟ كافي كافي، يعني مظاهرات مظاهرات يوميه، ديروا بالكم علينا شويه. شرد احكي، يعني ساني شاب ابسط حقوقي مفقوده، شاب تفكك كله صار سبب الحكومه، لا حد يقول لي ليش. شاب من ما عنده لا تعيين لا وظيفه لا عمل، من يروح يبوق ويروح يزني حشد سامع ويروح يسرق ويروح كل شيء يسوي، انا بالنسبه لي ما لومه، اذا الحكومه تلومه انا ما لومه، لان اطيل حق ذا برقبته عائله وبرقبته شلون يعيشون بس اردفتهم. شغل ماكو، هسه تفتح مصالح تباوع على السوق 90% موظفين، السوق 10% تباوع عليه، يعني ماكو شغل، شغل ماكو، يعني شو تريد تشتغل؟ شغل ماكو. عم احنا نضل نطلع بالظاهر، حكومه فاسده. يعني هسه بنضرب من يد حديد شنو محمد عكلاي هو يوم هي جانا رئيس وزراء تكذب علينا، اضرب من يد حديد، القالوا وش سووا؟ وين الفاسدين؟ عمي حكومه فاسده، حكومه محليه فاسده، كلهم فاسدين، شنو سووا؟ شنو سوينا 2003 لحد الان؟ بس فساد، لا تعيين، لا شغل، نوسه فوق، قلت لك بنجلاديش جايبين لك 10000 واحد بنجلاديش، هاي كلها خراب الاقتصاد، شنو يعني وشنو سووا؟ شنو سووا؟ من 2003 اعطونا 1% سووا، شنو انجازاتهم؟ حكومه فاسده، حكومه اصلا مو عراقيه، ماكو واحد عنده حصن وطني، كلهم ناس مرتزقه، جو على الدبابات وصاروا براسنا هسه سياسيين مضطهدين، والناس الشهداء وضحت في سبيل الوطن داست بالرجل.
وصلنا الآن فقرة آراءكم أعزائنا المشاهدين، وفيها نناقش قضية أخذت صدى واسعا في فيسبوك لدى الشباب العراقي. وفي قضية اليوم يكتب العراقيون سيرا على خطى المالكي، عادل عبد المهدي يقوم بتعيين أقربائه كمسؤولين بمناصب عليا في مكتب رئيس الوزراء العراقي. وتساءلوا قائلين، ما هي درجة كفاءة ومؤهلات هذه الشخصيات؟ ولماذا يختار أقرباءه فقط لهذه المناصب من بين 38 مليون مواطن عراقي؟ الآن دعونا نشاهد هذه الصور التي ستظهر أمامكم تباعا. في الصورة الأولى مسؤول حماية رئيس الوزراء اللواء أزاد سعيد، وهو زوج إحدى قريبات عادل عبد المهدي كما تداول نشطاء عبر وسائل التواصل. في الصورة الثانية سكرتير عام رئيس الوزراء محمد مهند، وهو ابن أخت عادل عبد المهدي الذي يظهر أمامكم. ثم نشاهد السكرتير الخاص لعبد المهدي وهو زوج ابنته كما يقول نشطاء في الدائرة الحمراء تشاهدونه الآن. أما الصورة الأخيرة ففيها يظهر مدير مكتب رئيس الوزراء عبد الكريم هاشم، وهو عديل عادل عبد المهدي. هكذا كانت الصور، وفيما يتعلق بالمعلومات فهي تماما ما تناقله الشباب العراقي في فيسبوك. الآن نذهب إياكم إلى تعليقاتهم ومنشوراتهم. في المنشور الأول تعليقا على هذه القضية، إشراقة الصباح تكتب نفس السيناريو بكل مرة، ياهو يصير رئيس قدم قرايبة على الشعب عادي. هذه الفتاة العراقية تستعرض سيناريوهات متعددة قام بها من وصلوا سدة الحكم قبل عادل عبد المهدي، وكيف أنهم أيضا وظفوا أقربائهم للأسف إلى منشور جديد كتبه خضر صلال. يقول خضر مرشح المرجعية، هذا لا تعتب عليه، العتب على من زكاه. خضر يعاتب من زكى هذا العبد المهدي كما يقول، ولكنه لا يعاتب عبد المهدي بقدر ما يعاتب من زكاه. إلى منشور ثالث نذهب وإياكم، وكتبه داني، يقول هو نفسه لا يستحق منصبه، لو تراجعون من هو حتى باب الوزارة ما ينحط، وكل الطبقة السياسية كذلك. أيضا هذا المنشور يبدي جانبا من الابتعاض والاعتراض والاستياء على توظيف عبد المهدي أقاربه في مناصب سيادية في مكتبه. إلى منشور آخر يكتبه أسر، يقول هذا ديدا من يعتلي السلطة. إذن هي رسالة واضحة ونتيجة يكتبها هذا الشاب على هيئة منشور. الآن إلى المنشور الأخير نذهب وإياكم، وكتبه إياد العراقي، يقول إياد العراق عراقهم، خلي يتهنون، شنو هالحسد المعيشي، أصلا إحنا مواطنين من درجة ثانية. يقول للأسف إن هناك من يتعامل مع الكل العراقي على أنهم مواطنين، على أنهم مواطنون من درجة ثانية، ويقدم أقرباءه للوظائف على حساب من يستحقون من أبنائك يا عراق. بعد الفاصل ننتقل إلى تويتر. بعيدا عن عادل عبد المهدي وحمايته ومن وظفهم من أقربائه كما يقول الشباب العراقي في السوشيال ميديا، ننتقل إلى تويتر، وفيه عيد المعلم العراقي. هذا هو الوسم الإلكتروني الذي نشط خلال الساعات القليلة السابقة. نقرأ أبرز التغريدات التي ذيلت بهذا الهاشتاج عيد المعلم العراقي. عمار يكتب كل عام وأنتم بألف خير، وفقكم الله لتعليم الأجيال وغرس القيم النبيلة فيهم، فالمعلم أمين وأمانته الإنسان. نذهب الآن إلى تغريدة ثانية، وكتب هذه التغريدة المهندس أثير، يقول أثير كل عام وكل مربي الأجيال بألف ألف خير. هي رسالة من أثير إلى المعلم. والآن نذهب وإياكم إلى تغريدة ثالثة كتبها حامد سالم، يقول للجاهل أب وللمتعلم أباء، شكرا لمن علم وربى وشاركنا أحلامنا، شكرا للمعلم. إلى التغريدة الأخيرة نذهب وإياكم، وكتبها كرار، يقول نبارك لكل معلم ومعلمة ومدرس ومدرسة وكل مربي فاضل من أفراد الأسرة التعليمية في العراق عيدهم. كان هذا أو كانت هذه أبرز التغريدات التي ذيلت بهاشتاج عيد المعلم العراقي. بعد الفاصل انتقاله إلى المقاطع المصورة.
رجال الدفاع المدني في العراق ماذا تعرفون عنهم في ظل الظروف الأمنية الصعبة التي يعيشها العراق؟ اشتغلنا بالمحافظات كلها، اشتغلنا بالفلوجة، اشتغلنا بالرمادي، اشتغلنا بصلاح الدين، بس مثل الجانب الأيمن ما صار. يعني مثل هاي شي وضعية وهيك يعني دمار شامل وهيك يعني شهداء وضحايا من الأبرياء ما. إلى أستاذ أمريكي يكشف حقائق عن المدينة السومرية المفقودة. وصلنا إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من برنامجكم تواصل دوت كوم. لاحقا نلتقيكم أعزائنا وأنتم تتمتعون بموفور الصحة وتمام العافية. إلى اللقاء.